مشاهدينا، ولنقل فرحة الشارع العراقي بفوز منتخبنا على منتخب فيتنام، تم معنا شبكة مراسلي ون نيوز مهدي غريب من بغداد، وأيضا أثير العبادي من البصرة، وكذلك عماد علي من نينوى. البداية معك يا مهدي، ومن العاصمة بغداد، كيف بدت مشاعر الفرح في بغداد بفوز منتخبنا الوطني بكرة القدم؟ تفضل. نعم وصل، يعني فرحة غامرة في عاصمة بغداد، السماء تلألأت للألعاب النارية، والشوارع يعني غلقت من جماهير المنتخب الوطني حبا بهذا الفوز الكبير، خاصة وأن المنتخب الوطني قدم أداء جيدا وممتازا، يعني رضي وكان أداؤه يعني مقبول من قبل الجماهير. كان هنالك الكثير من الألعاب النارية، فرحة في جميع العاصمة بغداد تعبيرا على هذا الفوز. هنالك امنيات كبيره يعبر عنها الجماهير المتواجده من حولي في منطقه الكراد. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. كنتم متوقعين هذا الفوز؟ في البدايه شكرا لقناه وان نيوز ان تنقل ما يجري في العراق. انا اول لقاء عندي ليس سياسي، كل لقاءاتي على قناه وان نيوز هي سياسيه. انا اقول شكرا للمنتخب العراقي الذي وحد العراقيين، انا اقول شكرا للشباب، هؤلاء الشباب الذين رفعوا العلم العراقي، الكل رفع العلم العراقي، فرحانين بفوز العراق، هذا العراق العظيم. اذا هؤلاء الشباب هم مستقبل العراق. نعم هؤلاء الشباب هم الذين يبنون العراق. لماذا؟ لان شباب المنتخب اسود الرافدين حققوا فشيء جميل جدا، افرح العراقيين كل. فالعتب، كل العتب ممكن يزعلون على قناه الدوله الرسميه العراقيه، التي هي قناة رسمية لم تنقل المباراة، وإنما تترك لقناة هي احتكرت النقل. من الممكن ناس كبار بالسن، مرضى، عاجزين عن المشي، أن يأتون إلى المقاهي. لماذا لا تنقلها؟ هذا حدث عام، والدستور يقول الحدث العام فوق الحدث الخاص. تتوقعون العراق يأخذ كأس آسيا بهذا اللعب؟ بإذن الله نتمنى، ولكن تكون الغيرة مثل هذه ومباراة اليابان من الممكن أن نحقق الكأس ويأتون به إلى العراق. وشكرا لوان نيوز. أستاذ شفتك فرحان ولازم العلم. طبعا يعني هذا العلم طبعا هذا العلم لوحد العراقيين جميعا، من زاخو إلى البصرة إلى الفاو. ونشكر قناة آي نيوز وان نيوز لإتاحتها الفرصة لنعبر عن ما في خاطرنا، ونشكر المنتخب العراقي اللي وحد العراقيين جميعا، ونتمنى من السياسيين ان يحذون حذو المنتخب العراقي، لان هم مع الاسف متفرقين، نتمنى ان يتوحدون في العراق العظيم. شكرا جزيلا. كنتم متوقعين الفوز؟ نعم الحمد لله والشكر، تحقق الفوز بجهود الكادر الاداري المتمثل بكاساس واللاعبين الابطال، حقيقه قدموا اداء كبير يستحق العراق، ونتمنى ان يحققون كاس اسيا والقادم افضل. شكرا جزيلا. كنت متوقع الفوز استاذ؟ الحمد لله وشكر. ايش كنت متوقع النتيجه؟ ما اريد ابالغ، يعني كنا نفوز، بس اقول شكرا لمن وحدوا العراق من زاخو الى الفاو، فانتم ابناء العراق، ونتمنى ان تكون القيادات تحت وحدكم. طيب بارك الله مهدي. بكم. نعم مهدي وابنائي، ان شاء الله العراق واحد موحد بجايكم. العراق ياخذ الكاس على هذه اللعب؟ اذا مهدي. عبر دور 16 احنا ماخذين الكاس ان شاء الله. نعم يا وسن، كما لاحظت يعني الجماهير العراقيه وبالتحديد البغداديه متفائله بلعب المنتخب الوطني. طيب. في المباراتين الاخيرتين، خاصه وانه يعني حسب الكلام انه قد يتاهل الى اللعبه النهائيه لكاس اسيا. ننتقل الى البصره واثير العبادي من هناك. البصريون اليوم مشهورون باحتفالاتهم الجميله، كيف هي الأجواء لديك يا أثير؟ يعني بالبداية طبعاً أشوف يعني أسمع آيات التبريك والتهاني إلى كل شعبنا العراقي بهذه الفرحة من وسط قرني شط العرب، حيث هنالك جماهير كثيرة نزلت إلى الشوارع للاحتفال بهذه المناسبة، وأعتقد أن الصورة أبلغ حتى من الكلام. أنا أقف هنا وسط الجماهير العراقية المتعطشة إلى هذه الفرحة وإلى هذا الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني في هذه البطولة الآسيوية، واستطاع أن يتغلب على فرق كبيرة ومتمرسة في كرة القدم. دعوني يعني تسمحون لي أن ألتقي بأحد هذه الجماهير المتواجدة هنا في قرني شرق العرب. السلام عليكم. عليك السلام. يا ريت لو توصف لنا الاداء البطولي اللي شفتوه من المنتخب الوطني بعد ثلاث مباريات متتاليه والثالثه فقط في
لو تركت الكاميرا قليلا اللي تصور شارع قاضي شط العرب وكيف هي العلاقات التي تحمل الاعمال الاعلام العراقيه عفوا وهنالك طيب ننتقل الى عماد من نينوى. المصليون بحاجه الى الكثير من الفرح، انقل لنا الاجواء لديك من الحدباء يا عماد. نعم طبعا، تحيه لكم ومبروك ايضا للشعب العراقي بفوز منتخبنا الوطني على المنتخب الفيتنامي بثلاثيه نظيفه كانت اليوم. الشارع المصلي مبتهج ويعني فرحه كبيره لا تسع الشارع اليوم، بعض الشوارع اغلقت. الان نتواجد يعني في كورنيش يعني هنالك احد هذه الساعات تحتفل ولربما ستكون لساعات اخرى سيكون هنالك احتفالات كبيره وتجمعات كبيره في محافظه سيناء. واليوم محافظه سيناء وتحتاج هكذا فرحه بعد الازمات التي حلت بها. يعني لو امكن نلتقي باحد الجماهير، شلون كانت فرحتكم اليوم؟ شلون الاداء المنتخب العراقي؟ السلام عليكم، مبروكين عمي، سادة تدريبي عاشتكم لواعيد رفعة راس انتو ما تخجونا. او فرحتنا بشغلتك شنو هي؟ منتخب العراقي وراتب، الراتب ماكو. منتخب العراقي الله يدينا صاح ان شاء الله على العراق. دموعك غالية، دموعك غالية. رفعة راس انتو كلها ما يعني مثل ما نشاهد هذه افراح كبيره في محافظه الشارع المصلي، متمنين ان يكون يعني كاس اسيا في 2007 تعاد هذه. اذا شكر موصول لشبكه مراسلينا عماد علي من نينوى وكذلك اثير العبادي من البصره ومهدي غريب من بغداد، شكرا جزيلا لكم.